أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. تطورات مفاجئة بمسلسل حب منطق انتقام، حيث أن البطلين ميليسا دونغول وبوراك يوروك ينفصلان عن المسلسل بالحلقات القادمة، وسينضمان للعمل كل من صباحات كوماش بدور مساعدة أوزان وألتشين التام جوتش بدور والدتها. وانقسم جمهور المسلسل بين مؤيد لخروج ميليسا لأن شخصيتها شريرة وأفسدت أحداث المسلسل، وبين معارض من دخول صباحات كوماتش الواضح أنها ستكون الطرف الثالث أيضا بين إسراء وأوزان. يذكر أن الحلقة 28 من مسلسل حب منطق انتقام ستعرض يوم غد الجمعة، وهذا هو ملخص الحلقة. إسراء ستقرر الانفصال عن شينار وتركه والذهاب لمنزل عائلتها. شينار سيحاول أن يفعل شيء لينقذ زواجه من إسراء، ولكن هذا الشيء سيؤدي إلى انفصاله تماما عنها. أوزان يحاول كشف قصة مارت وسيجد شيء سيغير حياته هو وإسراء وأطلس. هل التغييرات الجديدة نالت إعجابكم أم لا؟ شاركوني آراءكم في التعليقات.